بكم برنامجنا هذا سميرس كيتشن وقدم لكم احلى ولذ الوصفات، ارجو ان تنال اعجابكم. برنامجنا اليوم راح اسوي لكم مرقه راس عصفور واقدمها بطريقه انيقه كلش. There will be a short recap in English by end of this episode today which is going to be meatballs potato stew. لا تنسوا ان تشتركون في قناتي حتى يوصلكم كل ما هو جديد من وصفاتي في الاسابيع القادمه. To purchase my cookbooks, Treasured Middle Eastern Cookbook, مختارات من فنون الطبخ, A Baking Journey, you can email me to order directly from me, schola11@yahoo.com, or you can order from amazon.com. أول شيء راح نبدأ بتحضير الميتبولز اللي هي كرات اللحم. So هنا أنا عندي لحم مفروم. بستعمل لحم ما يكون به دهن هواية حتى ينطلع نتيجة أحسن. هنا أنا عندي بصل مفروم، بهارات وملح، حخلطها كلها سوا ونكتلها على شكل كرات. بس رح ناخذ كمية من الخليط هذا ونشكلها على كرات، طبعا بالأحجام اللي انتو يعجبكم، بس أني رح أسويها بحجم البوتيتا اللي عندنا وبحجم البصل، همينة تكون كلش صغيرة. راح نصفها في معون مثل هذا، تقدرون تسووها قبل يوم تخلوها بالثلاجة، وحتى إذا يعجبكم تقدرون حتى تخلوها بالفريزر قبل ما تطبخوها تكون حاضرة لكم. ونكمل تحضير الكرات هذه كلها بنفس الطريقة. وهسا الميت بولز الكرات اللحم كلها حاضرة حتى نبدي نحضر راس عصفور. رح نبدأ أول شيء بطبخ الكرات اللحم أو الميت بولز. هنا أنا عندي زيت حمى، نطبخهم إلى أن يتغير لونهم كلهم إلى لون بني. راح نشيلهم ونخليهم في إناء مثل هذا. طبعا راح نكمل طبخهم ويا المرقة بنفس المقلاة. راح نضيف البصل، شوفون نستعمل بصل تغير كلش حتى تكون كلها نفس الأحجام. طبعا قشرت البصل، حمسنا البصل شوية، راح نشيله ونخليه في نفس إناء الميت بول. في نفس المقلاة هسه راح نحمس البوتيتا. طبعا كنا بنقعيها بمي حتى لا يتغير لونها ورا ما قشرناها. وشوفون استعملنا البوتيتا اللي حجمها صغير همينة ونشفناها من المي. هسه راح نحمسها بنفس الزيت. بس حتى ينطينا شوية لون مو أكثر. بس راح نطفي النار وراح نخلي البوتيتا على جنب. بس في جدر مثل هذا راح نكمل طبخ كل الراس عصفور. أول شي راح نحضر الصوص. فهنا أنا عندي زيت، إلى راح اضيف معجون الطماطم، راح نقلي شوية حتى يتركز طعمه ينطينا نتيجة كل زينة. حمسنا المعجون، هسه راح نضيف صوص الطماطم. راح نضيف المي، ملح وفلفل اسود. الصوص بدأ يغلي كل الزيت. هسه راح اضيف البوتيتا اول شيء، لانه البوتيتا تحتاج وقت اكثر. راح نطبخها لمدة 10 دقائق وبعدين نضيف كرات اللحم والبصل ونكمل طبخهم. هسه راح نهدي الحرارة الى حرارة متوسطة وراح نغطي القدر
ونتركها حتى تنطبخ لمدة 10 دقائق إلى 12 دقيقة حسب حجم البوتيتا طبعا. ورا ما طبخنا البوتيتا بالصوص تقريبا 15 دقيقة تقريبا نضجت. بس راح نضيف الميت بولز كرات اللحم ونكمل طبخهم لأنه طبخناهم طبخ مبدئي كلش. راح نضيف البصل، راح نحط الخضر ونكمل طبخه لمدة 10 دقائق نلخه إلى أن ينضج كل شيء. هاي كانت وصفتنا اليوم. وصفتنا اليوم سويت لكم مرقة راس عصفور، مرقة كلش مهمة بالعراق وتقدم دائما ويا الرز أو التمن. إن شاء الله تعجبكم. لا تنسون أن تشتركون في قناتي حتى يوصلكم كل ما هو جديد من وصفاتي في الأسابيع القادمة. Subscribe to my YouTube channel, like my videos, follow me on Instagram, Facebook and TikTok. Recap for today's episode. I made ras asfour, which is meatballs and potato stew. First of all, I prepared the meatballs by mixing the ground meat, chopped onion, spices and salt, form into small meatballs. Then I heated some oil in a skillet, cook the meatballs until just brown, set aside. Heat some more oil and saute the onions until just brown, remove from skillet, set aside. I heated some more oil in the skillet and then I added the potatoes and saute until brown all sides, remove from heat. In a large saucepan, I added the tomato paste, fry for 1 to 2 minutes. Then I added the tomato sauce and water, salt and black pepper. I added the potatoes, brought the mixture to a boil, cover and cook for 10 to 15 minutes over medium heat. Then I added the meatballs and onions. Cover and cook for 15 to 20 minutes until tender and sauce is thick. Serve with rice.